السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا بنتحدث في سبب النزول الذي ورد في سورة الأخدود، سورة البروج، في قصة أصحاب الأخدود، في هذه القصة المؤثرة التي تدمي القلب، في أن هؤلاء الناس عذبوا بسبب تمسكهم بدين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه القصة في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب، والمولى عز وجل أنزل سورة البروج في هذه القصة تسلية لقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعذبون عذابا شديدا. وتكلمنا بالأمس عن نعمة التسلية ونعمة التسلي، وأن الإنسان الفقير بيتسلى بالفقير اللي زيه، والمريض بيتسلى بالمريض، والمظلوم يتسلى بالمظلوم، وهكذا. كلما يكون الإنسان يشعر أنه ليس وحده بيبقى فيه شيء من التسلية والراحة، مش فرحا في مصائب الآخرين. يعني لو أن إنسان ابتلي بمصيبة فمش فرح في أن ناس تانية مصابة زيه، لكن هو يتسلى يتصبر، يقول يعني أنا مش لوحدي، يبقى أصبر وأحتسب عند هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى، أو هذه المصيبة أحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى. قلنا أن قصة أصحاب الأخدود رواها الإمام مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول نختصر القصة إما أن نخلصها النهاردة أو نخلصها النهاردة وبكرة ما فيش مشكلة خالص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان ملك في من كان قبلكم ملك. وانتوا عارفين قلنا أن دائما كل ملك لابد أن يكون له ساحر، وقلنا أن ساحر هذا الزمان هو الإعلام، الإعلام اللي بيحاول هو يوطد للملك كل أركان الحكم بتاعته، وبيحاول بقدر الإمكان إن هو يعني يقنع الشعب بما يعني بالحال الذي عليه الملك، سواء كان على خير أو كان على شر، وبيحاول بقدر الإمكان يبرر للملك كل تصرفاته حتى لو كانت بعيدة عن شرع الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. واستدلنا بقول المولى عز وجل على لسان فرعون: ذروني أقتل موسى. مين اللي حايشك؟ حدش حايشك. إيه معنى ذروني؟ ذروني يعني مهدوا للجو عشان أقتل موسى عليه السلام، قولوا إنه موسى كذا، وقولوا إنه كذا، وقولوا إنه كذا، عشان لما أقتله محدش يلومني. زي نفس اللي كان بيحصل في النظام السابق، وقلنا الكلام ده مبارح، إن كانوا الإعلام بيوطد للحاكم وبيحاول يبرر له الاعتقالات والسجون والتعذيب اللي كان بيمارسه على الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر، من باب إن دول متطرفين وإرهابيين وكذا وكذا، ويعني إيه إلى آخر هذه التهمة التي كانت تكال للمسلمين في مصر. شاهد في الموضوع أنه كان ملك في من كان قبلكم وكان عنده ساحر. الساحر معلوم أن الساحر عياذا بالله، ربنا عفونا عفيكم يا رب العالمين، من الموبقات من المهلكات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السحر واعتبره من أكبر الكبائر، لأن الساحر في الغالب لا يستطيع أنه يمارس السحر إلا إذا استعان بالجن، ولا يستطيع أنه يستعين بالجن إلا إذا مارس بعض الطقوس الشركية والكفرية بالله سبحانه وتعالى. وإذن فالسحر من أكبر الكبائر، ولذلك هذا الساحر كان ينبغي بل كان يجب عليه أنه كبر في السن بقى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما ناس كتيرة جدا لما تيجي تكلمه يقول لك طب إن شاء الله لما أطلع معاش أوعدك إن شاء الله لا المصحف يفارق إيدي ولا المسجد أفارقه أبدا، أفضل قاعد في المسجد وماسك المصحف في إيدي وقاعد بقى كده بعبد ربنا ومقضيها كده لحد آخر حياتي، مع أن الإنسان ما يضمنش يعيش لبكرة. يعني واجب على المسلم يتوب في التو واللحظة، توب دلوقتي حالا مش بكرة وبعده ورمضان الجاي وطب يوم الجمعة الجاية طب يوم الحد، لا تتوب دلوقتي، أذنبت التوب. ولذلك كان من ضمن السمات الخمسة الجميلة لتوبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تعجيل التوبة، إن هو إيه اللي هو بيسموه التوبة من قريب. يعني إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. الإنسان لما يتوب من قريب ربنا يتوب عليه. أذنبت دلوقتي توب دلوقتي، أذنبت بالليل توب في نفس، ما تستنيش لبكرة، توب دلوقتي حالا، لأنك ما تعلمش متى يدخل عليك ملك الموت. فالساحر ده كان ينبغي عليه وكان يجب عليه إنه يتوب، لكن سبحان الله قال لك مش هتوب. طيب مش هتوب وهستمر على السحر ده لحد ما أموت، طب يا ريت لحد كده وبس والصحيفة بتاعته بقى تتقفل ويموت ويخلص. لا، ده عايز السحر
يستمر من بعده ويبقى في ميزان سيئاته. فقال له هات لي غلام صغير أعلمه السحر بقى عشان يقدر يخدمك. طب ليه غلام صغير؟ النقش أو التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، يبقى أنا لما أعلم غلام صغير يفضل يتعلم السحر بقى كده ويستقبله ويتعلمه بسرعة شديدة، وفي نفس الوقت يبقى مع الحاكم سنوات طويلة بقى. هيعلمه عنده كم سنة؟ 9 سنين، يفضل قاعد معاه لحد ما يبقى عنده مثلا 70 80 90 سنة، لحد العمر اللي ربنا يقدره له، يفضل عايش يخدم الحاكم. فبيقول له ابغني غلاما. الحاكم عمل مسابقة في البلد حتى ما نقى أزكى غلام في المملكة بتاعته، قال له هو ده الغلام اللي تعلمه السحر. وغلام كان من أسرة فقيرة وبسيطة جدا، قال له سنغدق عليك تكون مقرب من الملك وهنعمل معك، وهنعمل غلام صغير فرحان بقى هيبقى مشهور جدا جدا في المملكة، ويتقال هو ده الساحر الجديد، وأكيد هيتعمل حفلة وهيقدمه للملك ويقول لهم ده الساحر الجديد بتاعي، مع أن الساحر القديم لسه موجود بس ده تلميذه اللي بيعلمه إلى غير ذلك. فشاهد في الموضوع ان الغلام لما جه وبدأ يتعلم السحر، طبعا اكيد الملك بدأ يغدق عليه وبدأ يوعده بوعود معينة وهيكرم اسرته وينقلهم من مسكن جديد الى غير ذلك، وفوق كله بقى ده انت هتدخل القصر ايه بلا يعني اي واسطة، لان انت اصبحت الان من المقربين من الملك. فما كان من الغلام الا انه وهو رايح من بيت اسرته، وبيت اسرته كان بعيد عن قصر الملك، فهو جاي من بيت اسرته ورايح للملك، ربنا لما يقدر شيء خلاص. واعلم ان الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، خد بالك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، خد بالك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فده اللي حصل، الغلام ماشي من بيت أسرته رايح للساحر في قصر الملك، فجأة ربنا قدر له أن يكون في الطريق راهب، والرهب بان كلهم في العصر ده كانوا مثلثة، كانوا على الشرك وعلى الكفر، إلا الراهب ده الوحيد اللي كان موحدا لله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده كله كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في زمن بني إسرائيل. فالغلام وهو معدي ربنا يقدر، خد بالك الراهب ده كان بيقول كلمات التوحيد، ركز معايا في المعنى الجميل ده، قاعد عمال بيقول بعض الكلمات كلمات التوحيد، مثلا بيسبح بي يعني بيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، عمال بيهلل ويكبر وإلى غير ذلك. وخد بالك وبابه مفتوح، يعني الراجل ده عرضة إن لو واحد من أعوان الملك سمع الكلام ده هياخده مباشرة وعلى الملك، ومفيش تفاهم، ده الملك ده كانوا بيعبدوه من دون الله، كانوا بيعتقدوا ان هو الاله بتاعهم، والساحر هو اللي كان بيمهد الكلام ده عند الشعب، يقول لهم ده الاله بتاعكم، هو ده اللي لما تعوزوا تعملوا حاجه ادعوا هذا الملك هو اللي يستجيب لكم، ولما حد فيكم يمرض يدعو الملك انه يدعي له عشان يشفى الى غير ذلك. فكان الساحر هو اللي شغال على الحته ديت، واخد بالك. فطبعا لو اتظبط الراهب ده وبيقول الكلام ده، ده على طول ما فيش حل، وهتشوفوا ده بمجرد ما الملك عرف على طول شقوا نصين، ما فيش تفاهم عندهم. ورغم ذلك ربنا يقدر ان يكون في طريق الغلام راهب موحد وفاتح باب وبيقول كلمات التوحيد، والغلام ربنا بيجعل في الغلام حب الاستطلاع، شيء طبيعي. اي طفل في الدنيا الغلام سنه من 3 ل 9، نقول عنده 9 سنوات، اي طفل في السن ده عنده حب استطلاع عجيب جدا، شاف بيت مفتوح يحب يبص، شاف عربيه مفتوح يحب يشوف في ايه، لقى غطا مش عارف ايه معمول يحب يبص، دايما الطفل عنده حب الاستطلاع، جاب عربية يحب يفككها 100 حتة عشان يشوف جواها ايه. فالغلام بيبص لقى راهب شكله طيب كده وجميل وسمته حلو قوي، وشه كده مليان نور، وبيقول كلمات تمس شغاف القلب. دخل بيسأله بيقوله بتقول ايه، قال له بقول كلمات لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبدأ يكلمه ويذكره بالله ويعلمه. الغلام بقى معجب جدا بكلامه، فبعد كده قام سايبه وقام رايح للساحر. راح للساحر بقى، طبعا لقى الساحر بيقول طلاسم بقى وعفركوش وانتوا عارفين بقى كلام الطلاسم بتاعت الصحراء، كلمات ما حدش لا يفهمها ولا يحس بيها، بل تحس ان قلبك اظلم لما تسمع الكلمات دي. فالغلام بقى في حيره مش عارف يعمل ايه. فبقى لما يروح من الساحل لحد بيت اهله كان لازم يعدي على الراهب يسمع له كلمتين يذكره بالله. فكان يروح بيت اهله، معروف مثلا انت بتروح عند الساحر الساعه كام؟ 9 الصبح مثلا، المفروض بترجع لنا كام؟ مثلا الساعه 3 الظهر العصرين. فبقى يروح لهم مثلا الساعه 4، الساعه دي بيقضيها عند الراهب، بيقولوا له اين كنت؟ فمش عارف يعمل ايه، مش عارف يرد يا عيني، فيروحوا ضاربينه. برضه ميعاده عند الساحر كام؟ 9، يوم رايح له 10 لانه بيعدي الساعه ديت على الراهب. بدا الساحر يقول له كنت فين؟ مش قادر يقول له، فبدا يضربه، فبقى يطلب هنا
ويتضرب هنا ما شاء الله بقى استيريو، ضرب هنا وضرب هنا مش عارف يعمل ايه، خد بالك. فبدا يستشير استاذه اللي هو الراهب، قال له كل ما اروح للساحر متاخر لان انا بجيرك اعمل ايه، مش عارف بيضربني وام واهلي بيضربوني. فقال له اذا ذهبت الى الساحر فاراد ان يضربك فقل حبسني اهلي، اهلي هم اللي اخروني، واذا رجعت الى اهلك متاخرا فقل حبسني الساحر. طبعا ده مش من الكذب، لان الكذب محرم، ما فيش حاجه اسمها كذب ابيض وكذب كذب بنفسجي وكذب كروهات، ما فيش حاجه الكذب اسود وبس، انما في حاجه اسمها الكذب المباح. والكذب المباح ثلاث انواع، خد بالك، ثلاث انواع اللي هم ايه، اللي هم بعجله سريعه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، ان الكذب هو ببساطه شديده جدا الكذب المباح هو الكذب على الزوجه رقم واحد في الامور العاطفيه مش الماديه، يعني زوجتك وحصل وحشه ما بينك وما بينها والحياه ما بقتش زي زمان فما بقتش تحبها، مع ان الاصل انت لازم تحبها حتى لو كان شكلها اتغير، حتى لو كانت يعني اكلها ما بقاش زي زمان، حتى لو كانت مش قادره تقوم باعباء زمان، ما هو شيء طبيعي، طول عمرها تعبانه معاك وطول عمرها شقيانه معاك، هيجي وقت عليها ده المكان بيتعب وبيعملوا له عمره، هيجي وقت عليها هتتعب برضه، فانت لازم تتحملها وتعيش معاها على الحلوه وعلى المره. ف حصل وحشة ما بينك وبين زوجتك، فزوجتك من باب يعني الاستئناس فبتقول لك حبيب قلبي بتحبني؟ طبعا يا حبيب قلبي حد عندك شك في الكلام ده؟ طب بتحبني؟ صدقيني والله بحبك. وانت ممكن تكون ما بتحبهاش، لكن أبيح لك الكذب في الأمور العاطفية، لأن الحياة ممكن تخرب والبيت ممكن يتخرب والأولاد ممكن يتشردوا بسبب حاجة بسيطة زي كده. ما تقولش بقى لا ده أنا لازم أكون صادق والكذب خيانة وحرام، وتقول لك بتحبني ولا لا ما بحبكيش ولا طايق أشوفك. سبحان الله، زي مرة في إحدى الحلقات كنت بقدمها هنا في القناة دي، كنت بتكلم عن السعادة الزوجية، فبقول بالله عليك لو زوجتك جنبك يا أخي أكبر بخاطرها، قول لها حبيبة قلبي بحبك. ففي نفس المكان اللي انا ساكن فيه، فواحد بيقابلني تاني يوم في صلاه العصر بيقول لي حصل مشكله عندي في البيت بسبب الحلقه بتاعت امبارح. قلت له خير؟ قال لي حضرتك بتقول لو زوجتك قاعده جنبك يعني اكبر بخاطرها كده ولا بحب. فزوجتك كانت قاعده جنبي، فقلت له شفت الشيخ بيقول ايه؟ ها يلا قولها. قال انا ما بعرفش انافق. فقلت له طب يا راجل حرام عليك، ده اذا كنت انا بقول من المباحات يا اخي قول الكلمه دي حتى ولو من ورا قلبك. وبعدين عايز اقوله تقولها ليه من ورا قلبك؟ ما تقولها من قلبك، يعني حتى زوجتك ديت ان لم تكن في وقت من الاوقات مش قادره تلبي رغباتك، فانت بتحبها حتى مش كزوجه، بتحبها كاخت ليك مسلمه. يعني الاصل فيها ان لم تكن زوجها فهي اختك. سيدنا ابراهيم لما دخل احدى البلاد وكما في الحديث الذي رواه مسلم، وبعدين يعني قال لها اذا ذهبت الى ذلك الرجل الجبار اللي هو الملك ده اللي كان بياخد المراه من على زوجها وغير ذلك، فقال لها اذا سالك فقولي انك اختي، فانت اختي في الله ولا اعلم احدا مسلما على وجه الارض غيري وغيرك. شوف قد ايه، يبقى اذا هي اختك قبل ما تكون زوجتك هي اختك. الشاهد في الموضوع يبقى انواع المباحات، الكذب، كذب على الزوجه في الامور العاطفيه مش الماديه، انما في الماديه بتقبض كام؟ بقبض مثلا 2000 جنيه، ما ينفعش اقول لها ايه 200 جنيه واضحك عليها، عايز ما تقولهاش براحتك ما تقولهاش، لكن ما تكذبش عليها. يبقى الكذب على المراه او على الزوجه في الامور العاطفيه. النوع الثاني هو الاصلاح بين المتخاصمين. ليس الكذاب بالذي يصلح بين المتخاصمين فينمي خيرا ويقول خيرا. ان انت بتصلح بين اتنين متخاصمين، فبتروح تقول لي ده والله يا اخي ما معقول انت زعلان منه، ده راجل نفسه يجي يصالحك بس خايف لحسن ترده، معقول؟ صدقني ده كان عايز يجي معايا بس انا قلت له استنى بس كده نهدي الدنيا شويه. تروح تقول للتاني نفس الكلام، تقوم تقلب بين قلبين، يجوز هذا. طيب النوع الثالث الكذب على الاعداء. واحد اسر في دوله كافره وبعدين عايزين نعرفه بلدك فيها اين، المخازن الاسلحه فين، الاماكن الاستراتيجيه فيه الى غير ذلك، فمش معقول تقول له بقى يعني ايه كل الاماكن فتدمر بلدك، لا، يجوز الكذب على الاعداء في حاله الحرب. وهم هنا كانوا في حاله حرب مع هذا العدو اللي كان بيدعي انه اله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فكان ده من مباحات الكذب في حال الحرب. والحرب هنا مش لازم تكون حرب بالدبابات والطائرات الى غير ذلك، لكنها حرب عقيده هنا. فقال له إذا سألك الساحر لماذا تأخرت قل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك لماذا تأخرت قل حبسني الساحر. فقدر ربنا سبحانه وتعالى ده اللي حصل من الغلام بالفعل، ونجا من العقاب عند أهله وعند الساحر. في يوم من الأيام طبعا الغلام ما زال متذبذبا يعني
هو حاسس برغبة شديدة، حب شديد جدا جدا للراهب، لأنه راجل بيدل الناس على التوحيد وعلى العبادة وعلى طاعة ربنا، والتاني بيدل الناس على الكفر والشرك والسحر. فبس عايز يتأكد مين أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى. فحدثت مفاجأة عظيمة جدا جدا، دلت الغلام على أن الراهب أفضل عند الله من الساحر. إيه هي القصة والحدث اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. أما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين، رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتيدينا الحكاية، نعيش بالقلوب مع كل آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وما زلنا مع سبب نزول قول المولى عز وجل قتل أصحاب الأخدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي تسلية لأصحابي ولأمتي، لكل إنسان ابتلي في هذه الدنيا أو ظلم، بيحكي لنا القصة دي عشان تربط على قلوبنا ونعرف إن الدنيا كده كده ساعة وهتعدي. يعني قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وأو هنا بمعنى بل، يعني بعض يوم ساعات. ويقسم المجرم ما لبث غير ساعة، يعني شوف قد إيه. يبقى إذن الدنيا بالنسبة للآخرة ما تسويش حتى ساعة، ما تسويش ساعة. فالساعة دي إما إن احنا نقضيها في طاعة ربنا ونصبر على قضاء الله، وإما إن احنا نخسر حاجات كتيرة جدا. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. فالغلام حب يعرف بقى يا ترى أيهما أحب إلى الله وأيهما أفضل وأيهما على الحق، مع أنه حاسس من جواه أن الراهب طبعا على حق والساحر ده مش على حق، لأنه بيسمع هنا كلام كله توحيد، كلام يلمس شغاف القلب، والتاني بيقول كلام كله طلاسم شركية. فما كان من الغلام إلا أنه خارج من بيته في يوم من الأيام ورايح من بيته رايح للساحر، وشيء طبيعي هيعدي في طريقه على الراهب. ففجأة لقى أهل المنطقة اللي ساكن فيها واقفين في الشارع وفي حالة فزع رهيب جدا. إيه اللي حصل يا جماعة؟ قالوا له: في دابة قطعت علينا الطريق، مش قادرين لا نروح أشغلنا ولا نروح أي حاجة، ومتعطرين اليوم كله. إيه اللي حصل؟ بص على الدابة. طبعا الرواية عند مسلم قال دابة، لم يوضح إيه الدابة دي، لكن في رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تلك الدابة كانت أسدا، أسد. طيب غلام عنده، عايزكم بقى تركزوا معايا في الحتة دي، غلام عنده 9 سنين وشاف أسد قدامه. الغلام ده دي قد كده، كفه صغنطوط كده صغير، يعني ما فيش يعني مش حاجة، هيمسك حجر يمسك قد ايه؟ يعني مثلا حاجة حصوية كده قد مثلا بالكتير قد الستوب ووتش ده، شوف قد ايه؟ فيعني يعني الستوب ووتش ده لو ضربته في وش الأسد هيضحك كأنك بتزغزغه، واخد بال حضرتك؟ يعني ده الأسد لو مسكت الغلام نفسه وضربته فيه هيضحك، لأن أسد في النهاية لن يتأثر بمثل هذه الأشياء أبدا من مرة. لكن شو بقى كرامة من المولى عز وجل لهذا الغلام. وطبعا أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة للأولياء، والأولياء هنا مش هم بس اللي معمولهم قبور، لا، الأولياء الولي هو اللي عنده إيمان وتقوى. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يذكرهم بالأسماء وإنما ذكرهم بالصفات. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليه؟ حتى لا يضايق واسعا، عشان أقدر أنا أكون ولي وحضرتك تكون ولي وحضرتك تكون من أولياء الله، يبقى كلنا نكون أولياء. سهل جدا جدا يعني الموضوع الولاية دي، بس قرب من ربنا واتقي ربنا، يعني اتقي الله سبحانه وتعالى. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقربت منه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. سهل جدا، خد خطوة شوف ربنا هيكرمك ازاي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ سبلنا، مش سبيل واحد، يفتح لك كل سبل الخير، شوف قد ايه. يبقى اذا يعني سبحان الله، شوف ربنا هو الودود الرحيم سبحانه وتعالى الذي يتودد الى عباده، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. فالغلام كل اللي عمله مسك حته حجر صغنطت قد كده وقال: اللهم ان كان. وشوف بقى حب القلب دايما تقدم الشيء اللي انت بتحبه اكثر من اللي انت بتكرهه. واذكرك بحديث عجيب جدا رواه الترمذي بسند صحيح في سبب توبة وبسبب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. خد بالك، شوف النبي كان قلبه مع الاثنين كانوا كفرة،
ده كافر وده كافر، أبو جهل كافر وعمر بن الخطاب كان كافر، خد بالك، لكن كان أحبهما إلى قلب النبي كان عمر بن الخطاب. يقوم النبي يقدمه في الدعاء يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، خد بالك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، كأن النبي عايز يقول لربنا بس هو على استحياء، كأنه بيقول له يا رب أنا بحب عمر أكتر من أبو جهل، بس يا رب شوف اللي أحبهم إليك فاهدي لي الإسلام. فكان أحبهم عمر بن الخطاب فأسلم عمر ابن الخطاب. نفس الحكاية حصلت مع الغلام، إن الغلام راح مقدم الأحب إلى قلبه. مين الأحب إلى قلبه؟ الراهب. فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. يعني رب اجعل العلامة اللي توضح لنا كلنا مين فيهم أفضل من الثاني إن الأسد ده يموت. فمسك الحجر الصغير اللي فيه ده وراح ضارب بالأسد، سمى الله وضرب الأسد فمات الأسد. طبعا دي كانت كرامة غريبة جدا جدا لا تخطر على قلب بشر. أنا وأنا كبير كده لو شفت أسد أنا لن أتملك أصلا أن أمسك حجر، يعني هو مجرد ما أشوفه أقول له والله ما أنت تعب نفسك، يعني أطب ميت كده من غير ما هو يتعب نفسه ولا يعمل أي حاجة. فتخيل بقى حضرتك أن أنا أمسك حجر، وانت عارف الاسد بالذات ممكن يكون شرس جدا، لكن اشرس ما يكون لما يحس ان اللي قدامه بيسلط عليه حاجه، حجر بندقيه بيبقى في قمه شرسته، وتزداد شراسه الاسد بالذات حينما يجرح. ربنا عافانا وعافيك، لو الاسد جرح بيتحول الى مارد، يعني يقتل يمنه ويسرى ولا يهدأ ابدا، واخد بالك، لحد ما يقتل كل اللي قدامه. الشاهد في الموضوع إن هذا الغلام أول ما قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر السحر فاقتل هذه الدابة، رمى الحجر الصغير ده فقتل الأسد. فمر الناس إلى أشغالهم، وطبعا دي كانت كرامة بقى، الناس حسوا قد إيه الغلام ده بقى له مكان عند ربنا سبحانه وتعالى، وإن كانوا في الوقت ده ما كانوش عارف ربنا، لكن هو مجرد بس إنه قال الكلمة دي فظنوا إنه يقصد الرب هنا هو الملك، لأنه كلهم كانوا بيعبدوا الملك من دون الله سبحانه وتعالى. فلما الغلام دعا وقتل الأسد عرفوا إن الغلام ده له مكانة كبيرة جدا جدا. فراح الغلام طبعا راح في طريقه للساحر، فراح معدي على مين؟ راح معدي على الراهب، وراح حكي له القصة دي. قال له تخيل بقى وأنا جاي لك في السكة لقينا أسد واقف في الطريق، فمسكت حصوية صغيرة قد كده وقلت اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرميت الطوبة الصغيرة دي فقتلت الدابة أو قتل الأسد. فالراهب قال له أي بني أنت اليوم، طبعا ده قمة التواضع من العالم، يعني من الراهب ده هو العالم والأستاذ بتاعه، قال أنت اليوم أفضل مني، فإن ابتليت فلا تدل علي. أنا عارف أن أنت هتبتلى، ما دمت أنت وصلت للمرحلة الإيمانية العالية ديت، أن أنت عندك يقين والثقة في الله لدرجة أنك تمسك حجر صغير وتضرب بيه الأسد، وفي النهاية الأسد ده لو ما ماتش كان هيسيب كل الناس دولت ويقتلك أنت، شوف قد ايه. فكون ان يحصل لك الكرامه دي فانت اليوم افضل مني، ولكن ما دمت افضل مني بقى فاكيد هتبتلى، لان يبتلى الرجل على قدر ديني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، في الامثل يبتلى الرجل على قدر ديني او على حسب ديني. فقال له وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي، خد بالك. طبعا في الوقت دوت كان الغلام ربنا أعطاه كمان كرامات تانية فوق الكرامات ديت، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من جميع الأمراض، أي حد مريض، أي واحد أعمى، أي واحد أبرص، أي واحد عنده أي مرض كان يحط إيده عليه كده يقول بسم الله ويدعي له دعوتين كده كان ربنا بيشفيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فطبعا زاع صيت هذا الغلام وكل الناس عرفت أن هذا الغلام ما شاء الله، يعني ربنا أعطاه كل الإمكانات الجميلة ديت وبقى عنده القدرة على شفاء جميع الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. مين اللي سمع بيه؟ سمع به جليس الملك. جليس الملك ده اللي هو نقدر نقول النهارده مثلا ايه نائب رئيس الجمهوريه، خد بال حضرتك، الراجل دوت كان مبصرا ولكن اصيب بمرض معين فتسبب في العمى، فقد عينين الاثنين. طبعا بالنسبه له دي مصيبه، رجل عنده املاك وعنده اصول وعنده لكن لا يستمتع بالدنيا بسبب ان هو فقد نعمه البصر. فلما سمع بالغلام قال له تعالى ده انا يعني كويس ان انا وقعت على صيد، انا انت بتيجي عندنا القصر هنا وما ننتفعش بيك، انا جمعت لك الهدايا اللي موجوده دي كلها، مليت لك الدنيا هدايا بس بشرط ترد لي بصري. فالغلام اول ما حس بحاجه جليس الملك فرح معلمه التوحيد بقى، قال اني لا اشفي احدا وانما يشفي الله. دي رساله لكل الاطباء،
لكل الأطباء اللي موجودين على وجه الأرض من المسلمين. لما يجي لك حد مريض استثمر حاجة هذا الإنسان إليك وذكره بالله سبحانه وتعالى، يعني اكرمه كده وعمله معاملة طيبة وابتسم في وشه ولا بأس طول إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إن شاء الله خير، إن شاء الله ربنا يكمل. أخبارك إيه مع الصلاة؟ أخبارك إيه مع القرآن؟ أولادك بيحفظهم ولا يحفظوش؟ طب أخبارهم إيه مع الصلاة؟ وذكره بالله سبحانه وتعالى، خد بالك. فقال له إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فما كان من الجليس خلاص زهق من حتة ان هو لا يبصر، والإنسان إذا ولد أعمى أهون 1000 مليار مرة من أن يولد مبصرا ويشوف الدنيا ومباهج الدنيا وما في الدنيا ثم يصاب بالعمى، بتبقى أشد على النفس بشكل لا يخطر على قلب بشر. فقال له خلاص آمنت بالله وشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا ما قالش أشهد محمد رسول الله، لأن كان الكلام ده بني إسرائيل، كان لسه النبي لم يبعث صلى الله عليه وسلم. فالمهم فلما أسلم هذا الجليس دعا الغلام ربه عز وجل فشفى الجليس فأصبح مبصرا. تاني يوم كان عنده مجلس عمومي زي ما بيقولوا كده مع الملك، واخد بالك، فكان كل مره بيخش اتنين ساحبينه من ايده لانه ما بيشوفش. المره دي داخل بقى ما شاء الله مفصل وما فيش اي مشكله، وداخل كده مبسوط وفرحان ومبتهج ووشه منور. فالملك بيقول له من الذي رد عليك بصرك؟ انت داخل النهارده كده مبصر ومفتح والدنيا مزهزهه في عينيك، من الذي رد عليك بصرك؟ فقال الله. فالملك بكل جرأه قال له ايه؟ قال له اذا ولك اله غيري؟ انت مش مكسوف انك تقول لي انك بتعبد حد غيري؟ خد بالك، اله تايوان انا ولا ايه؟ خد بالك. فقال له الك اله غيري؟ قال ربي وربك الله. شوف بقى ده جليسه وحبيبه وعشره عمر، وهنختم طبعا الحته دي يعني فاضل دقيقه بالظبط، وعشره عمره وحبيبه، ورغم ذلك الناس ديت بقى يعني الواحد بيدعي ان هو اله من دون الله، بقى تخيل بقى قلبه مظلم لدرجه ايه؟ ما عندوش غالي ولا حبيب. مسكه فضل يعذبه ودخله بقى غرف التفتيش والتعذيب لحد ما قال له مين اللي ورا الموضوع ده؟ راح دل على مين؟ على الايه؟ على الغلام. جابوا الغلام، طبعا الغلام ما في اتفاق بينه وبين الراهب انه ما يدلش عليه، قال له انك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه، لكن كما قال الامام ابن تيميه عند المحن تنفسخ العزائم. الغلام دل على الراهب، ايه اللي حصل للراهب وايه اللي حصل لهم هم الثلاثه؟ ده اللي هنعرفه بكره ان شاء الله في الحلقه القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم وان يستر كل المسلمين وان يشفي مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم يا رب العالمين امنا في اوطاننا واجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأغث يا ربنا إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكتاب المستبين لما نقرأ في الكتاب المستبين.